سؤال جديد. وصيتي أن أدفن في سوريا. اف فورا. حطوا لنا الخيارات. أو سويسرا. فلسطين. فلسطين ما بفوتوني. سوريا. الإمارات. لا سوريا. سوريا. خلينا نشوف هالتصريح. من بعد عمر طويل يا رب، وصيتك من بعد ما تموتي وين بتحبي تندفني، مصر أو سوريا؟ مصر. مصر. بمقابلة النجمة جمانة مراد بكتاب الشهرة معي، تعرضت لموجة انتقادات كتير كبيرة بس لأنه قالت أنا بحب اندفن بمصر مش بسوريا. شو ليه؟ رأيك؟ ليه؟ طب هي هيك يمكن يعني ما فهمت قلت وطنية مثلا؟ هيك اعتبر البعض. معقولة طيب قلت العقل؟ هي هيك يعني أنا بحب مثل أنا هلأ مثلا عايشة بالإمارات، بحب مثلا وقت ما أموت اندفن بهالمكان، مو معناتها قلت وطنية. لا جمانة بسياق الحديث معي قالت بلشت تجهز قبرة. انت بلشت تجهزي قبرك؟ لا بكير لسه. بتخافي من الموت؟ لا ما بخاف. شو اللي بيقويك لهيديك اللحظة؟ ما بفكر فيه، ما بفكر. هو حق علينا كلياتنا بس ما بفكر فيه، بقول انه لازم ضل ما فكر بهالطريقة مشان ما الواحد يصير عنده حالة البانيك والاكتئاب وهيك. في عندي ولادي بس لوصلهم لمرحلة يا رب هيك والله يجينا بيبيز جداد لازم الله يخلي لك اياهم. سؤال اللي بعده يلا هاتنا هات سؤال. بده ابنك يتزوج كيف من بدي اعرف والله متحولة جنسيا. انا كيف بدي اعرف اذا هي متحولة جنسيا؟ عرفت قال لك انا الخيارات هني. والله العظيم ما بتحب ذي الفكرة ولكن قراره، بترفضي وبتتبري منه بحال تصرف بهالطريقة ووافق، أم بتحاولي إقناعه بتغيير رأيه؟ إقناعه بتغيير رأيه مستحيل. لا أحبت الفكرة أي مشان موضوع البيبيز. يعني بصراحة الواحد سنة الحياة إنه الواحد يصير أولاد، الأخير قراره، بس اتبرأ منه لا طبعا. فإذا أي خيار من ضوي؟ أول الخيار الأول ما بتحب الفكرة ولكن قراره. سؤال جديد. صادفت بعض الزملاء على متن الطيارة فبتختاري الجلوس إلى جانب مين؟ الخيارات هني ما رح تقدر تقسمي حالك يا ديما ما تطلعي هيك، قصي خولي، معتصم النهار، أم عابد فهد؟ لا قصي. قصي. اليوم معلقة على قصي. لا مو لشي لأنه ممكن أحكي أنا وياه وهيك. عابد حتكون مرته جنبه. ومعتصم؟ معتصم ماني صاحبة أنا وياه يعني ما في صداقة. فإذا منضوي قصي خولي. وسؤال جديد، تتمني اختراق واتساب علي؟ ليه؟ هيك شو حاكي عليك؟ بس تشوف. الخيارات هني شكران مرتجى، كندا علوش، أم كندا حنا؟ ليه؟ يا عمي هيك اللعبة ما بدي، ماني مضطرة بلا. أنا جوزي ما بخترق الواتساب تبعه لأخترق لشكران وكندا وكندا. مين الأقرب؟ كلهم كلهم على المستوى الصداقة. شكران. شكران. فإذا تختاري تخترق واتساب؟ لا ما بخترق واتساب، هي قوس مثلي مثلها والله. بتشيل عيون اي حدا بده يخترق واتساب. سؤال جديد، حزنت جدا على طلاق. فرحت جدا. ليه؟ بتحب الطلاق؟ لا سلافة وخرجي ووائل رمضان، معتصم النهار، ولين برنجكجي، تامر حسني وبسمة بوسيل. بنشوف اليوم على يمكن سلافة وخرجي ووائل لانه بعرفهم. فاذا منضوي سلافة وخرجي ووائل رمضان.